السلام عليكم اخوان ديالنا والاخوات ديالنا. هذه واحد السكنه في رما زوينه مخيره، الضو ديالها البياضه ديالها البعد ديالها على القودرون شي 500 متر 600 باش بعيده على تبارك الله على القودرون 16 متر في السكنه اللي فيها. هي السكنه فيها شي 100 متر، عندها الدروج، عندك حق تبني الفوق. هذا هو الغرس ديالها، هذا هو الحائط اللي دايره بالحائط، ها هو الحائط، هو هذا، هو هذا الحائط، هو هذا الحائط، هو هذا الحائط، هو هذا الحائط. هاد الفرج دات فيها ما تبارك الله، مزرنات خاصة ما تسقي، خاصة مع الخدمة ما مسقياش تبارك الله. السكنة هي هادي مصلوحة، ريكلها هذاك واحد الكوري من الهليل، هذا هو الغرس اللي فيها. هذا هو الحائط، هاي دار الحائط تبارك الله، اللهم بارك. الحائط الحائط هاهي الحائط ديال شتو تبارك الله، اللهم بارك. فيها شي تبارك الله، فيها شي جوج الخدامة، جوج خدامة، هاذيك كرمة فيها، هذاك غرس فيها، الغرس ديالها هو هذا. هذا هو الكوري، دار عندك عندها السطح الفوق، عندها الدروج تبارك الله، اللهم بارك. هي هادي هاهي، راه دايره بالحائط، دايره بالحائط، دايره بالحائط، دايره بالحائط، دايره بالحائط، دايره بالحائط، بالغرس تبارك الله، اللهم بارك. فيها الماء ملكيتها حرة زوينة مخيرة برعة، فيها الماء ديال لونيب، الضو ديالها في المساحة ديالها، السكنة ديالها هي هادية، فيها 100 متر. هادي السكنة هادي شبيبة الباب هنا، وعندها باب من الهي، وعندك حق تبني فوق، راه بني فيها واحد المحل فوق، إن شاء الله كاين فيها واحد البيسين، خاصها تصلح، راه كيبان لكم الكوري هي، خاصو يد يتمرض ويتجلج برفوس الكوري ماوي، مخير، بيسين عالي، تبارك الله، راه هو هذاك راه شتو، وهي هي هادي السكنة ديالها، الضو هو هذا، طريق البياضة ديالها، داخلة على القطرو مع 500 متر ولا 600، ملكيتها حرة. الدار هي هادي هادي، هي هادي تبارك تشوفو فيها، غرس ديالها هو هذا، إلا هاد الجهة واحد الحيط هو اللي خصو يتعاود من هنا، يتعاود يدوز هاد الحيط إن شاء الله يتصلح. السلام، هما الحيط من هاد المربع داير إلا واحد 20 متر.